غوريس مدينة تقع في أرمينيا في محافظة سيوناك على ارتفاع 1250 مترا فوق مستوى سطح البحر. تبلغ مساحتها 8 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها حوالي 23 ألف نسمة. فهي مدينة قديمة يعود تاريخها إلى القرن الرابع قبل الميلاد. كانت مركزا تجاريا وثقافيا في المنطقة لقرون عديدة، وفي القرن التاسع عشر أصبحت غوريس جزءا من الإمبراطورية الروسية. وبعد انهيار الإمبراطورية الروسية أصبحت غوريس جزءا من أرمينيا المستقلة. غوريس هي مدينة ذات أهمية سياحية كبيرة تشتهر بمناظرها الطبيعية الخلابة وكذلك آثارها التاريخية وأيضا حرفها اليدوية التقليدية. ومن أهم المعالم السياحية في غوريس هي قلعة غوريس. هي قلعة قديمة يعود تاريخها إلى القرن الرابع قبل الميلاد، وكذلك دير تاتيفات وهو دير أرميني يعود تاريخه إلى القرن السابع الميلادي، وأيضا كهف تاتيف وهو كهف طبيعي يقع بالقرب من دير تاتيفات، وكذلك مغارة زاريسوت وهي مغارة طبيعية تقع بالقرب من غوريس. غوريس هي مدينة صاخبة ونابضة بالحياة وتتمتع بالعديد من المقاهي والمطاعم والحانات، كما أنها تعتبر مركزا تجاريا مهما حيث يضم العديد من الأسواق والمحلات التجارية. وفيما يلي بعض المعلومات الإضافية عن غوريس. اللغة السائدة في غوريس هي الأرمينية، أما العملة فهي الدرام الأرميني، أما المناخ فهو قاري معتدل حار وجاف، وشتاء هو بارد ورطب. فإذا كنت تبحث عن وجهة سياحية نابضة بالحياة وغنية بالتاريخ والثقافة فإن غوريس هي خيارك الوحيد. وتقع مدينة غوريس في وادي نهر غوريس والمعروف باسم نهر فرارك، ويتسم المناخ هناك في مدينة غوريس بأن صيفه حار وشتاءه ثلجي معتدل، لعل أبرد الأشهر هي شهر فبراير وأشد الشهور حرارة هو يوليو. أما عن السياحة في مدينة غوريس فيمكنك أن تستعد لمشاهدة الكثير من المعالم السياحية عند السفر إلى منطقة سيونيك ذاك في جنوب أرمينيا، خاصة عندما تكون هذه هي زيارتك الأولى إلى مدينة السقوف الحمراء. فهناك يوجد عدد كبير من الكهوف والجسور وكذلك الكنائس والأثار التكوينية الجيولوجية الهائلة والتي ستحبس أنفاسك عند مشاهدتها. وتعد قرى غوريس وغابة روك ودير تاتيف ومتحف أكسل باكونتس ذاك من أشهر الأماكن السياحية في غوريس. ختاما فإن هذه المدينة الجميلة التي تقع في أرمينيا تعد من أهم الوجهات السياحية في البلاد، فهي مدينة غنية بالتاريخ والثقافة. فهي كما ذكرنا تضم العديد من المعالم الأثرية التاريخية بما في ذلك الكنائس والأديرة والقلاع، كما تشتهر هذه المدينة بطبيعتها الخلابة حيث تقع على سفوح جبال زاكار وتوفر إطلالة رائعة في المنطقة المحيطة. فإذا كنت تبحث عن مكان للاسترخاء والاستمتاع بالجمال الطبيعي وكذلك الجمال التاريخي فإن غوريس هي المكان المناسب لك. أشكركم لحسن الاستماع، كانت هذه نبذة مختصرة عن مدينة غوريس، لكن لا تنسوا الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع أصدقائكم وكذلك الاشتراك بالقناة. أرحب باستقبال تعليقاتكم ومقترحاتكم، وألقاكم في الفيديو القادم على خير. إلى اللقاء.